في نهاية الألف الثانية قبل الميلاد لم تكن عمان خالية. كانت بعض الجماعات الصغيرة تعيش في مستوطنات محصنة، بينما كانت بعض الجماعات الأخرى تمارس أسلوب الحياة المتنقلة. في هذه المنطقة على منحدرات الحوراء شرق مدينة نزوة، والتي كانت ربما قد سكنت خلال النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد، شواهد أثرية من تلك الفترة. وينقل لنا مؤلف كتاب في ظلال الأسلاف الذي أصدرته وزارة التراث والثقافة حادثة وقعت في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، حيث وقعت عين أحد باحثي العسل مصادفة بين صخرتين كبيرتين على مجموعة من الأدوات والأسلحة. ضم الكشف عدد 3 خناجر و27 سهما ومقص وخاتم وخلخالين من البرونز أو النحاس، مع 3 أواني من الحجر الناعم، وقدر فخاري وختم من الكاسيت، والقليل من خرز العقيق الأحمر. وعلى أساس هذا الاكتشاف العرضي فسر الكشف على أنه قبر محارب أثري بسبب الاكتشافات التي في أغلبها عبارة عن أسلحة. ينسب الفخار والأواني الحجرية الناعمة للعصر الحديدي الأول قبل الميلاد، أما الختم فهو شبه دائري صغير مع شكل منحوت لاثنين من الماعز يأكلان من شجرة، وهو موضوع شاع في أساطير الشرق القديم، بيد أن الختم اليوم ممتلك ثقافي فريد في عمان.